Bientôt, retrouvez France 24 en langue arabe, 24 heures sur 24. 24 heures d'un regard français sur le monde. Indépendant, provoquant. 24 heures d'une autre vision du monde, plus proche de vous. 24 heures en langue arabe, c'est un réseau d'observateurs et de correspondants partout dans le monde. 24 heures de reportages, de témoignages, de points de vue sur la société. Bientôt, retrouvez France 24 en langue arabe, 24 heures sur 24. اذا الاخ نبيل كمل لنا على التصريح ديالك كنت عطيتي لنا داخل المؤسسه ديال محافظه كامل الخطابي دونك كما كنشوفوا حنايا اليوم كنتفاجئوا بقرار اللي كيقولوا لنا خرجوا بحالكم وهذا الشيء ما يمكنش حنا بغينا نقراو سيدي هذه ماشي ديمقراطيه الاساسي قال لك بغاو تزاد لهم الماندا وانا مال ياك تزاد لهم الماندا وانا مال يا خويا شكون قال لي باغي تزادوا شكون هادو بالضبط اخويا بدون ديك الاسم بدون ديك الاسم اذا الاخ نبيل كما لاحظنا انه حتى اليوم اللي تفاجئتوا بهذا القرار عفاك كتكون سطره معايا وتكون سطره معايا اذا كي جا هذا القرار المفاجئ لبعض التلاميذ قول اسمح لي نعرض على السيطو حطوه معايا زيد بسم الله قول لي السيطو حطوه ماشي واقع انا في هذا الليسي مخرجين هاد جينا النضله مع السي حمزه والله الخوادري ديالنا الخوادري وحنا باغي نقراو وي باغي نقراو والله العظيم اول مره الاتهام لا اول مره في حياتي جبت يو اس بي رفض الاتهام اللي تهموني بان حاولت دليل راني دورت عليه الاخر باش يجيو بانزوارهم من بعد غادي نجتمعوا غدا في ميدان التحرير ان شاء الله الرحمن الرحيم ان شاء الله الرحمن الرحيم نطالب من كل شيء يكون موجود ان شاء الله الرحمن الرحيم ان شاء الله الرحمن الرحيم ناحية تكال عليا كل شيء غيكون موجود هذا لي فيديو ولا غير شي يوتيوب اذا اخر كلمه الاخ سكري على هذا الشيء لا 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 لا